بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب الصف الأول المتوسط، اليوم إن شاء الله سوف نشرح الدرس الخامس المعادلات. تعال قبل ما نشرح الدرس تعال نتناقش شوية كده مع بعض ونستنتج بعض مفاهيم أساسية. لو أنا عندي فصول معينة في مدرسة، فصل ألف والفصل باء والفصل جيم والفصل دال والفصل هاء وواو، دول بيلعبوا كرة طائرة، الفصل ده لعب، إذا لعب كل فصل 14 مباراة، يبقى كل المباريات اللي هيلعبها 14 مباراة، في منها فوز وفي منها خسارة. فهو مديني هنا الجدول اللي أمامي، بيقول لي إيه؟ فما عدد المباريات التي خسرها كل فصل؟ يبقى دلوقتي هو المباريات كلها 14، فهو فاز في كام؟ في الفصل أ فاز في كام؟ في 8، يبقى هيخسر في كام؟ في 6، عشان يبقى 8 زائد 6 ب 14. طب الفصل باء، ها أنا سامع واحد بيقول لي 10، فعلا عشان يبقى مجموعهم 14. الفصل ج 6، الفصل د هيخسر 12، الفصل هاء هيخسر 9، الفصل واو هيخسر 10. لو انا جيت جمعت دول هيطلع 14 مباراة، يبقى دول الفوز والخسارة. بقول اكتب قاعدة لتحدد او لتجد عدد المباريات التي خسرها الفصل، يعني عاوز عدد مباريات الخسارة. جبناها ازاي؟ جبناها ان احنا طرحنا عدد المباريات الكلية ناقص عدد مباريات الفوز. فعلا عدد مباريات الخسارة بتساوي عدد المباريات الكلية ناقص عدد مباريات الفوز، يبقى انا كده كونت علاقه بين الخساره والفوز. طب لو انا فرضت الخساره دي برمز، ولو فرضت الفوز ده برمز، او اذا كانت فاء تمثل عدد مباريات الفوز، هنرمز للفوز بفاء، وسين عدد مباريات الخساره، فاكتب القاعده في السؤال 2 اعلاه مستعملا اعداد ومتغيرات واشاره المساواه. يعني هنشيل الخسارة ونحط س، هنشيل الفوز ونحط فاء، وقول لي عبر عنها بالرمز. يبقى أنا كده كونت علاقة بين الخسارة والفوز، بينهم علامة إيه؟ يساوي. الخسارة بتساوي 14 مباراة ناقص الفوز، يعني الطرف ده والطرف ده متساويين، بينهم علامة يساوي. نشوف نقدر نستنتج إيه. تدل إشارة المساواة على إن المقدار الذي على يمينها مكافئ. يعني ايه مكافئ؟ يعني قدها بالظبط، يعني بيساويها للمقدار الذي على يسارها، يعني اللي على اليمين بيساوي اللي على اليسار. زي مثلا كده 7 عباره عن ايه؟ 8 ناقص 1. لو انا جيت حسبت 8 ناقص 1 هتلاقيها بتساوي 7، يبقى اللي على اليمين بيساوي اللي على اليسار. 3 ضرب 4 ب 12، يبقى اللي على اليمين بيساوي اللي على اليسار. طب 17 عباره عن 13 زائد 2 زائد 2، يعني 17، يعني اليمين قد اللي على اليسار. دي هنسميها ايه بقى؟ معادلة. يعني ايه معادلة؟ هي جملة تحتوي على عبارتين، عبارة يمين وعبارة يسار، تفصل بينهما إشارة المساواة اللي هي علامة يساوي. لا يمكن التحقق من صحة أو خطأ معادلة تحتوي متغير حتى يتم التعويض عن المتغير بعدد، ودي هنعرفها أكتر لما أنا هاجي أشرح المسائل. وتسمى القيمة العددية للمتغير التي تجعل المعادلة صحيحة هنسميها الحل. لما يجي يقول لك اوجد حل المعادلة، يعني هو عاوز منك قيمة القيمة العددية للمتغير. لما يجي يطلب منك اوجد حل المعادلة تقول له ايه؟ يعني انت تفكر كده اللي انت عاوز القيمة العددية للمتغير اللي موجود في المعادلة. وتسمى عملية ايجاد الحل حل المعادلة، كما ان بعض المعادلات يمكن حلها ذهنيا، وده اللي هندرسه في هذا الدرس، اللي احنا هنحل المعادله ذهنيا. يعني ايه ذهنيا؟ بالعقل، يعني مش بخطوات، لان في درس تاني للمعادلات هتوجد قيمه الحل للمعادله عن طريق خطوات، ولكن هنا هنحل المعادله ذهنيا. طب تعالى نشوف كده الكلام ده ونطبقه اهو. حل المعادله 18 بتساوي 14 زائد نون. معنى كلمة حل المعادلة يعني هو عاوز قيمة نون دي. طب قيمة نون دي مين؟ اللي تخلي الطرف الأيسر ده قد الطرف الأيمن.
18 بتساوي 14 زائد مين؟ ايه العدد اللي اجمعه على 14 بيساوي 18؟ انا سامع واحد بيقول لي كام؟ ها؟ ها؟ 4 فعلا اهو. ما هي قيمة مين التي تجعل المعادلة صحيحة؟ فعلا 4. لو انا بصيت الطرف الايسر 18 والطرف الايمن 18، اللي هيبقى الطرفين متساويين، يبقى حل المعادلة هنا مين؟ العدد 4. العدد كام؟ 4. نشوف مثال اخر. حل المعادلة ب ناقص 5 بتساوي 20 ذهنيا. اهو الولد بيفكر وبيقول لك ايه، ما هي قيمة ب التي تجعل المعادلة صحيحة؟ يعني ما هو العدد اللي اطرح منه اشيل منه 5 يطلع 20؟ انا سامع واحد بيقول لي 25. جدع يا ولد فعلا. لو انا قلت 25 ناقص 5 يطلع الناتج 20. قال له طب ما الطرف الايسر بكام؟ ب 20. يبقى ده اللي بيقول عليه حل المعادلة اللي أنا عاوز الطرفين متساويين، يبقى الحل بتاعي 25. طب نشوف مثال آخر. حل المعادلة 8 بتساوي ص تقسيم 3، عدد أقسمه على 3 ذهنيا، عدد أقسمه على 3 يطلع 8. ده يعني معنى ذلك إن جدول التلاتة ده ولا إيه؟ طب واحد بيقول لي يا أستاذ ما أنا ممكن أضرب 3 في 8 ب 24، يبقى 24 تقسيم 3 في 8 صح. ما قيمة ص التي تجعل المعادلة صحيحة؟ بفكر اهو. يعني ايه بفكر ازاي؟ ايه هو العدد اللي انا اقدر اقسمه على 3 يطلع 8؟ جه طالب يقول لي يا استاذ طب انا ممكن اضرب 8 في 3 صح. يبقى فعلا 24 ب 8 والطرف الايمن ب 8، اذا الطرفان متكافئان، يبقى حل المعادلة هو 24. هو 4 شوف مثال تاني. حل المعادلة 7 عين بتساوي 56 ذهنيا، 7 عين يعني 7 ضرب عين. هيطلع لنا الولد يقول لك ما هي قيمة عين التي تجعل العبارة صحيحة؟ يعني ما هو العدد اللي أقدر أضربه في عين يضربه في 7 يطلع 56؟ ها؟ أنا سامع واحد بيقول لي 8، برافو، 7 ضرب 8 ب 56 صح. هتلاقي الطرف الأيمن 56 والطرف الأيسر 56، يبقى الحل بتاعي هو 8، هو 8 ده اللي خلى الطرفين متكافئين. شوف مثال آخر. مثال سهل جدا. عاوز قيمة واو التي تجعل العبارة صحيحة، 75 بتساوي واو زائد 72، واو زائد 72. ما هو العدد اللي أجمعه على 72 يطلع 75؟ أنا سامع واحد يقول ده سهل أوي يا أستاذ، ده 3. فعلا لو أنا جمعت الطرف الأيسر 75 والطرف الأيمن 75 يبقى حل المعادلة هو 3. اللي خلى الطرفين متكافئين. شوف مثال آخر. حل المعادلة ص ناقص 18 بتساوي 20، واضح إن هنا أطرح من 18 يطلع 20، ده عدد كبير، أطرحه من 18 يطلع 20، واحد بيقول لي يا أستاذ أجيب إزاي ص اللي تخلي العبارة صحيحة؟ لو أنا قدرت أشيل ص دي وحطيت 38، 38 فعلا صح، ألاقي ده هنا الطرف ده 20 وده 20، الطرفان متكافئان، يبقى الحل هو 38. مسألة سهلة برضو. مسألة آخر. حل المعادلة د تقسيم 9 بتساوي 6 ذهنيا، د تقسيم يعني ما هو العدد اللي أقدر أقسمه على 9 يطلع 6؟ ده جدول إيه؟ جدول الستة. ها؟ ها؟ أنا سامع واحد بيقول لي 54 صح. 54 تقسيم 9 بيطلع ب 6، وبناء عليه الطرف الأيمن طلع 6 والطرف الأيسر هو أصلا موجود 6، يبقى الطرفان متكافئان، يبقى الحل هو 54. شوف مثال آخر. عند خانة 16 جرابا تقل بمقدار 3 عما عند أخيه يوسف. يعني خالد ده عنده 16 وأقل من أخوه بمقدار 3 يوسف، فتستعمل الموجب، بديك المعادلة جيم ناقص 3 بتساوي 16، يعني عدد اطرحه من 3 يطلع 16، عدد انا سامع واحد بيقول لي انا جبتها خلاص، عدد اطرحه من 3 يطلع 16. ها انا سمعت واحد بيقول لي اطلعه من 3 الاجابه كام؟ برافو 19. لو انا شلت الجيم وحطيت 19 يطلع 16 يساوي الطرف الايسر، يبقى الاجابه د، يبقى الحل او عدد الزوارف اللي مع يوسف يطلع 19 جرام. دي الإجابة. مثال آخر. سجل سليم وعمر 28 نقطة في مباراة سلة.
سجل سليم منها 7 نقاط. حل المعادلة 7 زائد باء بتساوي ايه؟ يعني ما العدد اللي انجمع على باء على 7 يطلع 28؟ ليه خد قيمة باء؟ ها؟ سهلة خالص. ها؟ أنا سامع واحد بيقول لي يا أستاذ ها؟ ها 21 صح، عشان يبقى الطرف الأيمن 28 والطرف الأيسر 28 ضرة متكافئة، يبقى الحل بتاعي عدد النقاط، لأنه هو عاوز باء تمثل عدد النقاط اللي سجلها عمر هيساوي 21، يبقى الإجابة باء. الإجابة باء. بكده نشوف مثال آخر. صرف الصيدلي لجمال علاجين بمبلغ 9 ريالات و55 هللة، إذا كان ثمن إحداهما 5 ريالات و40 هللة، فما ثمن الآخر؟ طبعا ثمن العلاج الأول زائد ثمن العلاج الآخر بتسعة خمسة وخمسين، هو دفع واحد منهم 45 هللة. طب أنا عاوز ده، سهلة جدا سهلة جدا، أدي 9 ريال وده 5 ريال، بتبقى 4 ريال، ودي 55 هللة وده 40 هللة، يبقى سهلة جدا، 5 ها 4 ها و15 هللة، يبقى ثمن العلاج الآخر 4 و15 هللة. بكده يبقى احنا انتهينا من درس المعادلات، درس سهل ذهنيا، حل المعادلات ذهنيا، درس سهل وبسيط، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله تعالى. دمتم في أمان الله وأمان.